6 horas et 6. Oui, ça, bon, ما الناس أطباء عظماء وزعيد بشكل يوم سهل دائما بجمعك حالة كما تابع الجميع في الفترة الماضية في اهتمام بعد خروج دكتور علي من معهد ناصر بعد رحلة علاج 23 يوم الحمد لله وصل بالسلامة وأصبح الآن في متابعة في البيت تحت إشراف العائلة تماما وطمأن الجميع أنه بفضل الله الحالة مستقرة لا نقول يتعافى لكن الحالة مستقرة والاتصالات بشكل يومي من المسؤولين في المحافظة أتوجه لهم بالتحية وقبل ذلك أتوجه بالتحية لكل الأقارب والجيران أهلي مطروح ومش مطروح فقط بل كافة المحافظات كان في فترة سابقة كان يعاني من في الكبد كان في مشاكل في الكبد فالأمر حصل مضاعفات وسط لما كان بيتلقى العلاج في معهد ناصر كان في مشاكل في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي في الرئتين فطبعا المشاكل الصحية القديمة هم أدرى بحالهم هم أدرى بأهل التخصص لأن كان عايز يطمئن على الكبد اللي كان بالفعل إن فيه مشاكل ففي تفاصيل طبية يعني يدركها المتخصصون فقط في فترة معهد ناصر كان بيتلقى العلاج من وجود مشاكل في الجهاز التنفسي وبعض المسح الذري اللي كان فيه اكتشف إن فيه ورم بسيط فكان ليه مضاعفات فبالتالي الآن يتلقى العلاج في بيت العائلة. إن علي الآن مريض في حاجة إلى الدعاء نتمنى أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء.